مثلا هذه مؤسسات مدينة ويسلان التعليمية، هذه مؤسسة ديال مور 11 يناير حدا السويقة اللي كتكون فيها الأضاحي العيد، كما كتشوفوا هنا الأزبال في جنبات المؤسسة، وهذه رسالة المندوبة ديال التعليم مدينة مكناس، هذه تقدر تكتب ليهم ولا يديروا شي حملة ولا، المهم هي ماشي المسؤولية ديالها ولكن جنبات غير رسالة باش تكون في العلم ديالها بأن المؤسسة التعليمية بمدينة ويسلان كلها أزبال، كلها أزبال هانتوما تشوفوها، والمخلفات ديال البناء، مخلفات البناء والزبل. هذه مؤسسة تعليمية في مدينة ويسلان اللي تقريبا حوالي 140,000 ديال الساكنة تقريبا، عرفتي لي فارماسي، باش نقول لكم مدينة ويسلان راه مدينة كبيرة وزوينة وجميلة، ولكن ما كاينش اللي يخدم، اللي يخدم ما كاينش. ها السويقة اللي تيوقع فيها المخلفات، مدينة زميلة ولكن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لي فارماسي مازال كتمشي لمدينة مكناس كتلقى فارماسي وحدة، حنا هنا تقريبا لي فارماسي عرفتي شحال عندنا، راه ما نقدرش نحصلك، ولكن غادي نتلاقى شي فارماسيان غادي نقول له ودي شحال عندنا لي فارماسي في ويسلان، راه 140,000، راه أكبر وقيلة مدينة في أكبر حي في مكناس، كلشي مع نظرا اللي كانت هنا شويه الأرض رخيصة والبرطمات داروا العمارات اللي تيجي تيسكن هنايا. المهم كنتمناو هذه بعدا جوج مؤسسات اللي وثقناهم بالصوت بالصورة، هذه المؤسسة هذه اللي حدا السويقة هنايا 11 يناير، راه كاينة 11 يناير وكاينة وحدة موراها هنايا، هذا موراها هنا، وكاينة في مثل البيروني، هادو تقناهم الجنابات ديالهم حشومة كاع تكون مؤسسة تعليمية، ماشي حتى يكون شي تدشين ولا شي حاجة والتموجين كتجريو، بمعنى هانتوما كتشوفوا هذه رسالة أخرى للمسؤول باش يشوف محل في هاد المدينة هادي إلى هداهم الله. هانتوما كتشوفوا هانتوما هادي الحوت، نزيد نقرب لكم الكاميرا، الحوت الأزبال، المهم داكشي اللي وهادشي راه روائح كريهة، وكاين البلاصة اللي ناشفة، هادو غير الجنبات، راه كون نبغيو ندورو لكم جوايا خرين راه بزاف، ولكن حنا كنحاولو ندير لكم غير النقاط اللي هي باينة، الآخرين يشكيو عليهم مالين الديور ديالهم.